نماز کے بعد مجھے کہا کہ میں دعائیں مانگ رہا تھا اللہ کرے نماز ابھی نہ ہو میں پہنچ جاؤں, تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ کس نے دعا کی ہوگی اللہ کرے میں پہنچ جاؤں. ولكن ينالوا التقوى منكم
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے دونوں جہان بھلے فرما. یا اللہ دونوں جہانوں کے بھلائی نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما. یا اللہ اس مسجد میں آنے والوں کو یا اللہ تو شاد فرما. یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ان سب کی قربانی کو قبول فرما. یا اللہ ان سب کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما. یا اللہ ان سب کے اولادوں کو ان کا وطیع فرما بردار بنا, بڑھاپے کا سہارا بنا. یا اللہ یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا. یا اللہ یا اللہ تو ہی کرم فرما. یا اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما. یا اللہ رحمت والی بارش برسا. یا اللہ رحمت والی بارش برسا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری طرف سے تمام احباب کو عید مبارک. ٹھیک ہے, اللہ کا شکریہ.
آپ سنیں آپ کو جی ہم نے امام صاحب سے مل لیا ہے تو اب ہم آپ کو مسجد کے مناظر دکھائیں گے. مسجد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. دیکھ سکتے ہیں جی چلیں جی آپ ہم باہر چلتے ہیں.